عفوني تعفوني كسع تعال روح للسوق، قاعدونك من الصبح تروح للسوق، قاعدونك الظهور تروح للسوق، هاك يلا هاي الكراوي التعبانه يجوز نسولهم شي ودقوا علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انت محمد محسن؟ نعم تفضل، من انت؟ عليك التوجه للمقر فورا حالا. يا مقر هذا مقر مال الخدمه النظاميه. يلا حبيبي. عم يقول غيره يا معود. الو الو، ايش في هذا سد ابجي؟ عبالي بالرعايه ابو العاطل يندق علي ويفرحني، دق علي ابو الخدمه النظاميه. يلا هنا روح، ايش عندي؟ ما عندي شيء، هنا روح. جايك عيوني جايك. اليوم حن علي الخلفه وقعدني من الشغل، انا تعبان، قلت له خلنا قيد اليوم اللي اعطاني اجازه ما ادري. بس لا دق علي هو شي قعدني اليوم. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، منو؟ الجندي سجاد راضي. لا حبيبي انا اشتغل عماله، منو انت؟ حبيبي سجاد راضي، عليك التوجه الى مقر خدمة الإلزامية. شنو؟ عليك التوجه الى مقر خدمة الإلزامية. انت منو؟ الو الو، سد بجي، خلنا نروح. يمتى يبلطون الشارع يومية، ارشي يرجع التراب، ارشي يرجع التراب، غير كون الدولة تحين علينا. الله يستر. شوف. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الجندي ضياء غزاي؟ حبيبي مو جندي، صحيح انا ضياء غزاي بس مو جندي. حبيبي جندي ضياء غزاي، عليك التوجه الى مقر الخدمة الإلزامية فورا. حبيبي انا ما مقدم يا خدمه، انا حشوه ما اصير. ليش قد دوره سد ابوكي؟ امرنا لله. وياك كتلنا الحر متنا هنا رقا سلا واحد جاينا لا شيء، انا طرقع هاي العالم ما تجيني. لا مو ناس سالفه، ها انا عفت على ريقي بالشارع من خابرنا وجيت ركض صديق كذي بس بدلت وجيت. كان مو ناس سالفه، ها انا نسيت البريج برا بس لا ينباق. روح لو تكتب. وانا اليوم هم عفت العماله وعود اليوم مرتاح وخابرني قال تعال للتجنيد الزامي وينه ماكو. ما ادري هاي العالم هي الدوله يا خالي، ما ايش اقول لك صدق، يعرفون التومنين يا محافظات. حبيبي اني ضياء سليمانيه. على راسي. وانت سجاد من بغداد. حبيبي وانت عبد الله من الديوانيه. عيوني. وانت مرتضى من البصره. بعد روحي. واني عرفنا عن نفسك. انا من الحله. حي الله اهل الحله. وانت انا من الكوت. على راسي. بس وينهم؟ اقول بس والله حاره موت يا ماي زاميه، مت من الحر متنا. هسه لو ميات يجيبونا شويه. كل شيء ماكو. خلها في لك، خلها في لك. ها جاك حلو. اخ يا بتعبي. هاي الشمس قبل لا تحوس يا ابو حاره. وين اروح؟ عباس تدري هسه ماليش؟ ماليش مراس بصل دبل اخضر. ايه ويا قرصتين خبز. ايه وتدق وترجع اللي ورا على هاي المشراقه الحلوه. دخل يجيك الضابط هسه. هسه متوازي تاع الضابط. شلون تاع الضابط الديك؟ وشلون خشبه حاره عدي تلوق لها الحلق. ظل التظل ليك واللي وين احنا هنا؟ لك هسه ماي ماكو. يا يابي بوي الحر الحر موت. صغير يجي ويفضها. لا راتب لا شيء. ولك اول يوم تدق على الراتب. شلون؟ اول يوم غير عرفت الصنعه ما توجيه ثاني. ايه مو هي صنعتك ملايين. عبالك يومي 1500 ولد. هاي الخطه عسكريه ثلاثه بواحد باثنين فهمتوا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. جا ضابط جا ضابط. وين عرفت ضابط؟ ضابط مايك. قوم وقف حبيبي. سيدي الخادم واللوقه مالتك ضياء. من هسه بدت اللواقي؟ من هسه على مود الجايز والتنزيلات. مالك شغل؟ مالك شغل بي حبيبي. يلا كافي شباب، تعرفون التعليمات انتم كلها. ايه اقول لك شو هذا ما عنده شاشه مالت راسكين لا شيء. بعده ما شاحن. هذا بعده مو شاحن سيدي. يصنفون عليه ما شاحن. اي ما شاحن. انتم يصنفون علي مو؟ لا سيدي صدق كذب. ترى هي مو بوبجي سيدي، احنا بالقتال كل شيء نعرف. بالله شو تعرف؟ تحفنه مثل واحد قدامنا عدو.
ايه ما نبش اللي قبل لا كمبره سيدي كله كمبره هيش كمبره ما نطلع اوبن مو ايه ابد لا ما نطلع اوبن عمي ايه. متمرنين كل شي تعرفون كل نعرف سيدي من نريد نبيق بعد تبيقه حلو هاي من نعرف تتجاه الثاني سوي هيش يس حلو ايه سيدي يمنى ويسرى الظاهر انتم هيك مو متعلمين يا سيدي صفروا لي شوي وراجع لكم ما سيدي وين شوي وراجع لك على الضبط يمكن راح يشحن وشو حتى سكنات ما عندي في شي ماكو زوجي كملتوا كلام؟ نعم سيدي كان عطلانه سيدي اسفين اسفين وايد حشيشون يلا باشر بها الولد قدام يلا باشر مكان سيدي لا افتر شنو مكانك؟ افتر 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 من يمي اسرع 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 سيدي باع تراب دخانيه ذاب منه سيدي اسرع اسرع قوم قوم اسرع 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 يلا اخر فره سيدي تعبنا سيدي كل قف سيدي فصل عدم دول الناس سيدي فصل الناس عندهم انا حاجي ما انا حاجي من يرجع لنا اوقف 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 علي يا ابي لا اجاهم اللي تحاكي سيدي شلون اسمع سيدي شوف الحركات عشتيتكم ابني كافي اوقف ايش بيك شلون بيك سيدي هاي الحمامه مالتي شويه ما توقف اوقف تريد تمرين كافي يصير صار هسه الحركه الثانيه راح تنتقلون وراي خوش تجون لواحد واحد بالسره يلا تعالوا تعالوا وراي بالسره يا سيدي اطلع لي صار سيدي شلون تواجه العدو اذا قدامك وينه خوش جيب العدو هو العدو سيدي عبر هيك الورا هذا سيدي عبر عاشت ايدك الورا الورا عافية الورا سيدي حلو الورا الورا اطفال انا النقطة الثالثة خوش تسحب اقسام تقعد تثني ركبتك هيجي خوش وتعتبر ذني بلوكات صديقك الجريح خوش تنقله ورا الساتر سيدي عند الشغلة شنو الشغلة؟ هو جريح عوفه بعد شلون عوفه؟ يصير انت يعوفونك؟ سيدي مو انا اقنع عنك بهاي السالفة شلون؟ قناص بذاك الجهة كومني فوقه واذا ماكو قناص ليش يموت؟ الله يرحمه سيدي واذا جريح ايه؟ تجيب له حبيب الطيب وش هالعلم؟ عبالك سيدي انتم عمرين واصلين بالعلم مرحلة انتم طبعا سيدي متطورين انتم لا موتين المعارك انتم على يديكم سيدي خلينا نبايش يلا منين ابدي؟ مين يا سيدي؟ سيدي معارك بوشك كل هاني عيم شو بالله؟ وجريها عارجنة جربني تحط سلاحك بالتار أصلا ركبتك ما سيدي ايه عاش حلو سيدي هو هذا؟ سيدي بس حق الله هيك سطحين هو؟ سيدي وين ودي؟ هيك حط على الساتر عيون سيدي صار ارجع ثاني وينه؟ جيب السلاح سيدي تفضل من الثاني؟ هذا سيدي يلا شنو ركبتك؟ يلا حط السلاح ووديه هناك السلاح سيدي وجيب الجريح ودي البلوك هناك الجريح سيدي؟ ايه رجعه؟ ايه حبيب توه سيدي سيدي راح يقتل هذا الجريح الورا جيب السلاح الورا سيدي سيدي بوعلى هذا شوف ايش وين حافي حلو هذا يحب الوطن يا ابي واعتبيك سيد باله انتم هاي بوبجي شو مسوي بيكم يا سيدك شنو نعرف باله باله عاش تيدي حلو صعب باله دروب سيد هذا حلو الورا يلا شوف هاي حركه حلو شوف عاش تيدك وين بتترمي يلا خوش مين رجع يا ابني هاي عافيه بوك شهدات عوار همزي ما بيها طلقة حطها بقصتي تعال همزي يلا هذا يطيح بس هكري حلو شوف
شوف سيدي. جيب الجريح. شوف سيدي. حلو. ثقيل ثقيل. شوف سيدي. حلو. اثنين جرحى يشيل. اثنين. شوف سيدي. بطل. شوف سيدي. حلو. سلاحك. سلاح سيدي. جيبه. يلا. يا سيدي. ايه. قبل يا بنطع. يلا. عافية. اصحاب اخشام. ابو جاسمي. ورا. سيدي شو ولا جريح ضل. ولا جريح؟ اي رجع الجريح سيدي؟ رجع الجريح الارض المعركة. رجع رجع. سيناتين. شني؟ ها. سيناتين. صار سيدي. ها شو الدردم؟ لا سيدي. فكر بنسواك سيدي. سلا. سيدي هاي البلوكة شايل. الله. شايل البلوكة. سلاحك كيف ترمي؟ سيدي انا نقد الجنود هسي. نقدتهم؟ نقدتهم؟ سيدي عفر رمي. ها. ها. تعب تعب سيدي احنا جاهزين هسه للقتال عندك معركه ان شاء الله عقب باكر تباشون بعد بنقطكم كل من ابو حته يطلع اسمه كل وحده سيدي هاي راتب يبتي راتب ايه من هسه تسال على الراتب سيدي امشي الراتب سيدي هو بعد بس يطلعكم كيكات وان شاء الله تنحل اموركم سيدي عندنا شغله واحده قبل لا نروح لهن نعم نريد كل واحد تاير ذكره خاف نستشهد ذكرى ذنب ذنب مال دوره لا سيدي يلا يلا بدال الراتب بدال الراتب خذوا لكم كل واحد تاير يلا يعني ادري ان الدوله ايش ما تعطينا بس يلا خذوا تايرات هذا وقف مو ماطف لا 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 تخيل سيدي اعطينا بوسه الله يعافيك الله يحفظك سيدي وعمي انا وياي وياي منا 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 سيدي خذي بلوك لا تريد في مال سيدي قل لك زين وحصلنا تايرات من عندهم الدولة دوخ رغاد لا تلعبني وخر لا راتب لاش اوهو انا